بقول ألف مبروك للنادي الأهلي، إدارة وجماهير ومنظومة ناجحة بقيادة الكابتن بيبو، كابتن محمود الخطيب، على الإنجاز الكبير اللي هو إن الأهلي واخد 8 مرات البطولة العربية، إنجاز تاريخي، وأكتر فريق واخد بطولة الطايرة للبطولة العربية. بقول لهم ألف ألف مبروك، بجد فرحتونا وشرفتونا، وهو ده المتوقع من النادي الأهلي، النادي الفخر، النادي اللي بيفرحنا دايما ودايما مشرفنا كده يا رب. بنقول لهم طبعا ألف مبروك، ودي توقعاتنا منكم دايما ان انتوا على طول بتكسبوا البطولات ديت، ودي تقريبا البطوله الثامنه ان شاء الله. طبعا انتوا قدامكم لسه في بطولات كتير السنه دي، نتمنى ان شاء الله ان انتوا كمان تحصلوا عليها وتسعدوا جمهور النادي الاهلي. طبعا اقول لهم الف مبروك، وطبعا كالعاده متعودين منكم على البطولات، ان شاء الله السنه دي نقفل كل البطولات، مش تبقى الثامنه بس في العربيه، ناخد افريقيا ونكمل الدوري والكاس كالعاده. ونشكر طبعا كابتن ميدو صلحي، كلهم طبعا تحت رعايه كابتن محمود الخطيب، نقول لهم مستنيين منكم الاحسن، ان شاء الله الجاي يبقى تمام. حقيقه حاجه مشرفه، وده جاء نتيجه مجهود كبير بتبذله اداره النادي الاهلي في تدعيم الفريق واحضار افضل المدربين، ما جاش من فراغ، وان الكابتن محمود الخطيب كون يلتقي بيهم ويهنيهم ويطلب منهم المزيد. بصراحه حاجه مشرفه لفريق الطايره رجال النادي الاهلي، وهم بقالهم فتره على مستوى عالي جدا، والارقام القياسيه اللي حققوها سواء في البطوله العربيه او في الدوري او غيره. ألف مليون مبروك لأبطال الكرة الطايرة، وهم رجالة ومعودين على طول على البطولات، وبخص بالذكر أخويا وحبيبي كابتن ميدو والأبطال كلهم بقى عشان ما انساش أسامي عبد السلام وصلاح وكل المجموعة. الصراحة حاجة محترمة جدا. الحمد لله احنا نشكر لاعبي فريق الطايرة الرجال، منظومة على أعلى مستوى ومنظومة رياضية ممتازة، جهاز فني على مستوى عالي وجهاز إداري عالي، ولعيبة بسم الله ما شاء الله قد المسؤولية، والحمد لله على تحقيقهم للبطولة العربية للمرة الثامنة في تاريخ النادي الأهلي، وده إنجاز مسبوق ومحدش حققه. احنا بنشكر فريق الطايرة رجال إنه حقق يعني البطولة الثامنة، البطولة العربية، مجهود كبير يعني قام به الفريق في ظل مجلس الإدارة، يعني موفر للفريق كل حاجة، جميع الحاجات اللي النادي الأهلي بيفوز فيها. مجلس الإدارة طبعا هو اللي بيدعمهم، وهو ليه اليد في كل حاجة، لأن بصراحة شايف شغله بما يرضي الله، وبيدعم الرياضة وبيدعم كل حاجة في النادي بصراحة، حتى الأطفال، حتى السيدات، حتى كرة القدم وكرة السلة، ما فيش حاجة ما بيدعمهاش. لما نطلع نتكلم عن نفسنا نقول ملوك الصلاة، ما بنقولش أي لقب غير لما بيبقى بيزد أو مبني على أرقام وعلى واقع، لكن نطلع نقول ندي لنفسنا ألقاب، ده بيبقى شيء يضحك. فأنت بتتكلم أن أنت ملوك الصلاة فعلا، أنت بتتكلم كمان تحديدا في كرة الطايرة، الحمد لله للسنة الثامنة البطولة العربية أو للمرة الثامنة، فحاجة محترمة، وفي كواليس كتيرة جدا، وفي طبعا ملفات أخرى وألعاب أخرى هنتكلم في كل ده. بس خلينا نرحب بضيفنا العزيز جدا، منورنا الناقد الرياضي حسام صديق. صباح الهنا. صباح الفل عليك. أهلا بيك. صباح الفل. منورنا، أهلا بيك في 10 الصبح في الأهلي. وطبعا في ملفات كتير عايزين نتكلم معاك فيها، أكيد من ضمنها طبعا البطولة العربية للكرة الطايرة، وهذا الإنجاز التاريخي الغير مسبوق للنادي الأهلي، شبه سيطرة يعني كاملة على البطولة دي. لكن تعال نقف عند التفصيلة الأخيرة اللي قالتها نهاوند، فكرة إن إحنا نادي الأهلي هو يعني اللعيبة بتوع النادي الأهلي، اللاعبين ولاعبات هم ملوك الصلاة بما لا يدع أي مجال للشك، يد وسلة وكرة طايرة. أكيد عشان توصل لإن أنت بيتقال عليك من يعني ملك الصلاة أو ملوك الصلاة، ما جاتش من فراغ. ايه اللي ادى الى حصول لاعبي ولاعبات النادي الاهلي على هذا اللقب عن جداره واستحقاق؟ لقب ملوك الصالات ما جاش من فراغ، الارقام والانجازات هي اللي بتقول. النادي الاهلي ما شاء الله لو مسكت لعبه هتلاقي محقق فيها ارقام وانجازات، مثلا الباسكت هتلاقي فوق ال 30 بطوله على مستوى الرجال، على مستوى السيدات اكتر من 50 بطوله، يعتبر هو القطب الاول في مصر على مستوى السيدات مع نادي سبورتنج السكندري. لو بصيت على الكره الطايره، النادي الاهلي هو الاكثر تتويجا طبعا بالالقاب على مستوى الرجال، ده غير على مستوى السيدات. لو جمعت اللعبتين او الانجازات اللي احنا حققناها في الرجال والسيدات في الطايره، هتلاقيهم حوالي 182 بطوله او 184 بطوله، وده يعتبر انجاز كبير جدا. مفيش قطاع طايره على مستوى العالم، في اي نادي على مستوى العالم
معاه الانجازات ديت والارقام. نفس الكلام على الهاند بول، فالارقام والانجازات حلوه جمله، انا اسف لمقاطعتك بس حلوه جمله على مستوى العالم لازم يتوقف عندها شويه. ده صحيح. النادي الاهلي من سنتين على مستوى الرجال دخل موسوعه جينيس في الكره الطايره، حقق حوالي 102 فوز متتالي. نفس الكلام على مستوى السيدات الموسم الماضي حقق نفس الرقم تقريبا ودخل موسوعه جينيس، لكن لغايه دلوقتي للاسف الشديد رقمين ما تسجلوش في موسوعه جينيس. يعني انا بطالب مجلس الاداره ان هو يتحرك في الموضوع ده، موضوع مهم جدا. انت المفروض تسجل الرقمين، انت المفروض تبعت الاول للمسؤولين في موسوعه جينيس عشان يسجلوا رقمين، لان الرقمين دول مهمين جدا. لو بصيت برضو على الباسكت بول احنا اتكلمنا عليها، لو بصيت على الهاند بول هتلاقي على مستوى رجال النادي الاهلي يعتبر هو القطب الثاني او الاول في كره اليد المصريه مع نادي الزمالك. لو بصيت على كرة اليد السيدات نفس الكلام، فلقب ملوك الصالات ما جاش من فراغ، الارقام والانجازات هي اللي بتقول كده. صحيح. عندنا كمان مباراة الاهلي والزمالك في دوري سوبر السلة اللي الباسكت النهارده فعلا. يعني طمنا توقعاتك، قراءتك سوفار للفريقين. مباراة مهمة طبعاً. مباراة لها طابع خاص. بعيدا عن الغيابات اللي بيمر بها الفرقتين، يعني لو بصيت على النادي الاهلي النهارده عنده 5 غيابات مؤثره. ايهاب امين طبعا وعمر طارق اتصابوا للاسف الشديد مع منتخب مصر في الويندو الاخير اللي هو تصفيات كاس العالم لكره السله. في محمد ابو الناصر ايضا هيغيب النهارده، في بيدو ناصر هيغيب النهارده ايضا، في احمد مهيب هيغيب برده النهارده. فرغم الغيابات دي كلها لكن المباراه ليها تابع خاص. نادي الزمالك برضه نفس الكلام عنده غيابات النهارده، ابرزهم المحترف الامريكي وفي ايضا في مصطفى كيجو اللي راح عن نادي الزمالك الى الشمال القطري. فالمباراه مهمه طبعا النهارده، لكن في نفس الوقت المباراه مش هتاثر على الفرقتين. يعني لا قدر الله النهارده الاهلي لو خسر مش هتاثر في حاجه، لان المباراه في المرحله الترتيبيه بتبقى بالترتيب من الاول. في رجال وسيدات، يمكن في السيدات كنا لسه بنتابع برضه احنا في حته تانية، خليني اقولها بالشكل ده. صحيح، احنا في السيدات برضه متصدرين المرحله الترتيبيه لدوري السوبر. قدرنا في المرحله الترتيبيه ان احنا نفوز على الغريم التقليدي اللي هو نادي الزمالك بفرق 70 نقطه. ده دبل فعلا فعلا. والمباراه دي ادت مجلس اداره نادي الزمالك طلع قرار بتسريح فرقه السيدات بتاعه الباسكت في نادي الزمالك، لكن نادي الاهلي قدر ان هو يستفيد من القرار ده، ان هو قدر ان هو يحصل على خدمات يارا اسامه من افضل الناشئات في مصر في هذا العام، او من افضل الناشئات في مصر حاليا، ومن افضل اللعيبه في مركزها كمان اللي هي مركز السنتر. كمان شفناها مع كابتن ايهاب الالفي في بطوله تصفيات بطوله افريقيا اللي فاتت اللي مصر كسبتها وتاهلت لبطوله الافرو باسكت النهائيات بطوله افريقيا. يعني فاحنا استفدنا من القرار ده برضه. اكيد. طيب برضه على ذكر التالق النسائي على مستوى الرياضات المختلفه، طالما هنتكلم في الموضوع ده ونفتح الملف ده، لازم نقف برضه عند ميار شريف، وخصوصا بعد ظهورها الجيد في اخر بطوله تنس كانت مشاركه فيها، بطوله مونتاري المفتوحه للتنس. فهل مشاركتها وظهورها بشكل جيد في البطوله دي قد يكون مؤشر لانجازات مستقبليه بالنسبه لها ان شاء الله، ولا مش بالضروره؟ يعني الاثنين. احنا لو بصينا على نتائج ميار الفتره اللي فاتت محققه نتائج كويسه، خاصه في البطوله الاخيره اللي هي شاركت فيها اللي هي بطوله مونتيري المفتوحه للتنس في المكسيك. قدرت ان هي تفوز في ماتشين اللي هو الدور الاول والدور الثاني، وللاسف الشديد في دور الثمانيه خسرت قدام المصنفه الرقم 5 على العالم. ادت مباراه جيده لكن للاسف خسرت في الاخر. ميار في الفتره ديت بتحاول ان هي تشارك في البطولات اللي هي الفئه 250 نقطه عشان تجمع نقط اكتر عشان يساعدها في التصنيف العالمي بتاعها. والتصنيف ده هيساعدها ان هي تشارك في البطولات اللي هي الكبرى بعدين، اللي هي بطولات زي الماسترز، بطولات زي الجراند سلام. فانا اتوقع ان شاء الله كل بطوله اللاعبه من دول بتشارك فيها بيبقى لها عدد معين من النقاط. فعلا بيتحسب بشكل ايه، سنوي مثلا من خلال المشاركات السنويه في بطولات مختلفه، ولا بتتحسب ازاي؟ يعني التصنيف السنوي للاعبات بيتحسب ازاي؟ لا، هو كل بطوله بيبقى لها زي نقط مثلا. هو التصنيف بيبقى كل شهر في التنس شهري. لو بصينا مثلا على بطوله مونتيري هي 250 نقطه، الفائز بياخد 250 نقطه،
نقطه بينضافوا في التصنيف العالمي بتاع اوف رانك بتاعه. فانا اتوقع ان شاء الله ان بالمستوى اللي ظهرت عليه ميار مؤخرا سواء في بطوله مونتير او في البطولات اللي هي شاركت فيها في الفتره الاخيره، اتوقع ان هي هتوصل ان شاء الله على اخر الموسم ده او اخر السنه دي للتصنيف رقم 45 على العالم. دلوقتي ما شاء الله التصنيف رقم 53. حلو جدا. طيب انا عندي نقطه بقى حسام مختلفه شويه. احنا الفتره اللي فاتت شفنا مصر تستضيف يعني بطولات عالميه في كل الالعاب تقريبا الرياضيه المختلفه، مع هنعمل كومباريزن او هنعمل مقارنه بعدد البطولات اللي احنا استضفناها بعدد البطولات اللي احنا كسبناها او الميداليات اللي حصلنا عليها. خلينا برضو نعرف منك هل هي تعتبر كده احنا ماشيين صح متالقين ولا في دروب الى حد ما؟ ده صحيح، استضافة البطولات هنا على أرض مصر يعني بتفيدك في موضوع البنية التحتية وتساعدك مقدما كمان اللي انت قدام ممكن تستضيفي دورة الألعاب الأولمبية، كمان بتساعدك اللي انت تحققي نتائج كويسة في الألعاب الأخرى أو الألعاب الفردية، ان خلاص البطولة بتبقى على أرضك فبتساعد اللعيبة ان هي تاخد اللي هي تعرف تفوز بالمباريات وكده، خاصة لو في جمهور. تقريبا بكره في بطوله عالم الخماسي الحديث، كاس عالم الخماسي الحديث هتلعب هنا في القاهره، وعندنا لاعبين متميزين الحقيقه في الرياضه دي. ده صحيح، يعني لو بصينا على الخماسي الحديث من افضل الرياضات اللي هي اتالقت مؤخرا. طبعا المهندس شريف العريان تقريبا حط خطه من 2017 للنهوض باللعبه وتطوير اللعبه. يعني لو مثلا لو بصيت على مراحل تطوير لعبه الخماسي الحديث هنا في مصر، لو بصيت من اول 2017 لحد 2020 اللي هو قبل اولمبياد طوكيو، هتلاقي ان احنا محققين نتائج كويسه في قاريا او عالميا. لو بصيت مثلا في بطولات الناشئين او الشباب او الشابات، هتلاقي في كل بطوله لنا بصمه فيها، وده ساعد ان احنا نحقق انجاز تاريخي وانجاز كبير في اولمبياد طوكيو اللي فات بالحصول على الميداليه الفضيه. طبعا ساعد بدوره برضه في تدعيم فكره ان مصر هي اللي هتستضيف كاس العالم، ودي يعني هي البطوله الاهم في الرياضه. ده صحيح، المهندس شريف العريان طبعا ما شاء الله يعني دينامو في لعبه الخماسي الحديث، يعتبر او يرجع عليه الفضل في تطوير اللعبه هنا في مصر. زي ما قلت لك يعني الانجازات اللي احنا حققناها قبل 2020 ساعدت ان احنا ناخد ميداليه فضيه، ودي كانت ميداليه تاريخيه طبعا عن طريق بطلنا احمد الجندي. لو بصيت في البطوله اللي احنا هنستضيفها يعني بكره تقريبا ان شاء الله، هي كاس العالم الخماسي الحديث، هتلاقي فيها يعني القوام الرئيسي اللي هو بتاع منتخب مصر. لو بصيت على واحد زي احمد الجندي، طبعا وللاسف الشديد بعد طوكيو اولمبياد طوكيو غاب فتره طويله جدا لانه كان عنده اصابه في الكتف، رجع في نص العام اللي فات شارك في بطوله العالم الخماسي الحديث وقدر ان هو يحقق مركز خامس رغم ان هو كان بعيد بشكل كبير جدا عن البطولات، مرشح بقوه ان هو يفوز باحد الميداليات ان شاء الله في كاس العالم الخماسي الحديث. لو بصيت على الاسم الثاني اللي هو الشقيق الاصغر لاحمد الجندي اللي هو محمد الجندي، قدر ان هو يحقق احد الميداليات في البطوله اللي فاتت اللي هي بطوله العالم الخماسي الحديث، والميداليه ديت ساعدته ان هو يتوج بجائزه افضل لاعب ناشئ في العالم سنه 2022 في الخماسي الحديث، وساعدته كمان ان هو يتصدر التصنيف العالمي للناشئين في الخماسي الحديث. طبعا عندها لعيبه كتير كمان، يعني ما ننساش في السيدات في يعني في ندى اسماعيل تقريبا، في اميره قنديل، ملك اسماعيل عفوا، في امير انديل، في لعيبه كتير جدا يعني في الخماسي الحديث، يعني ما شاء الله محققين نتائج كويسه مؤخرا. بص يا حسام الوقت للاسف بيخلص، بس قبل ما نختم انا وكريم لازم اطمن ونطمن الناس على النقطه اللي انا هسالك فيها دي، وهي فكره هنا مع الطفره الكبيره في الرياضه المصريه والاعداد الكبيره من ابطالنا، لازم اطمن على الاتحادات ووزاره الشباب والرياضه وكل القائمين على الرياضه المصريه في فكره هنا توفير كل الاحتياجات لهؤلاء الابطال اللي احنا بنتكلم عنهم اللي بيشرفونا في محافل دوليه زي طبعا الاولمبيات المختلفه. طمنا من وجهه نظرك، وطبعا انت خبير بهذا الملف، العراقيل اللي موجوده، المشاكل الماديه اللي عند بعض الاتحادات، ازاي قدرنا او ازاي هنقدر ان احنا نتغلب عليها عشان كل الرياضيين في كل الرياضات يبقى عندهم كل المحتاجين، ما يجيش بقى نسمع مثلا خماسي حديث او مثلا في العاب القوى لاعب هو اللي بيسافر وبيدفع، وكان في البلياردو لو انت فاكر كمان كانوا بيحكوا لنا كتير بيصرفوا من يعني بوكيت ماني بتاعهم او يعني مصروفهم الشخصي، ومش كل الناس تقدر على ده، خلينا نتكلم بصراحه يعني. وطبعا الوزاره بتدعم وكل حاجه، بس في يعني رياضات للاسف الشديد ما بقاش فيها تدعيم كلي بشكل كبير، وبتبقى عامل فيها بطولات يعني، وده تناقض مش حلو. ده صحيح، يعني السنه اللي فاتت كان في بطوله عالم للالعاب القوى للشباب،
وكنا عندنا جيل واعد وكان مرشح اللي هو يفوز بميداليات في بطوله العالم للشباب لالعاب القوى. ارقامهم هي اللي كانت بتقول كده. وللاسف الشديد يعني حصلت مشكله ان اللعيبه ديت ما سافرتش، ان يعني تقريبا الوزاره ما دفعتش فلوس السفر او حاجه زي كده، فبالتالي ان هم ما سافروش. يعني بطوله زي ديت كانت تفرق معاهم اكيد، وبتفرق معانا. صحيح، كانوا مرشحين يعني الارقام بتاعتهم هم هي اللي كانت بتقول هي كده. هي خساره لكل الاطراف ان جيت للحق، ودي برضو اكيد من الامور اللي بنتمنى ان هي ما تتكررش الفتره اللي جايه، عشان زي ما انت كانت لسه بتقول لك من شويه، فعلا ابطالنا دول يستحقوا ان هم يشاركوا في كل البطولات بما يتماشى مع استثنائيتهم كابطال رياضيين مميزين. احنا بنشكرك على وجودك معانا حسام النهارده، نورتنا، شكرا جزيلا. شكرا جدا يا حسام، قراءه ممتعه حقيقي يعني. شكرا ليك. هنروح فاصل وحضراتكم اللي هترجعوا بقى، احنا كده خلصنا، هترجعوا مع فقره طبيه مسجله هتكون مع كريم وضيفنا العزيز دكتور باهر السعيد. نشوفكم بكره ان شاء الله.